حما همامي الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية ومرشح رئاسيات 2019، مرحبا بك في نوات. شكرا ومرحبا كذلك بكم أنتم وبالناس اللي تتبع في نوات. عايشك. هنا تبدأ الحملة الرئاسية، الحملة بتاعك الانتخابات الرئاسية في الأيام القادمة، في ظرف صعيب شوية، في ظرف أنه الجبهة الشعبية فقدت تقريباً أكثر من شطر مكوناتها، إذن خلاف منتج عنده انقسام. الجبهة الشعبية اللي هي تعرفت بقدرتها على حشد اليسار بعد فقدان القدرة هذه، كيفاش تخمم باش تدارك الرصيد المفقود؟ الحقيقة أنا عندي تقييم آخر. أغلبية المكونات الجبهة ما زالت مع الجبهة، يعني الجبهة ما فقدتش الأغلبية نتاعها. ثم ان اللي صار في الجبهه الشعبيه وقتاش كي نجم يكون عامل نتاع ضعف، لو كان جات صراعات بين اشخاص ولا صراعات حزبيه ولا صراعات على مصالح ضيقه، اللي صار في الجبهه هو ناجم عن خلاف سياسي. جبهه عاشت منذ انتخابات 2014 خلاف سياسي يتعلق بموقعها في علاقه بالسلطه، في علاقة بمنظومة الحكم. وباش نكون واضح، هل أن الجبهة الشعبية مستقلة على النداء والنهضة وتوابعهما، وأن الجبهة الشعبية تعارض النهضة وتدبر راسها مع النداء مع الباجي مع الشاهد هذا هو الخلاف. بدأ من 2014 من الدورة الثانية، من الدورة الثانية تاع الرئاسية. زاد ظهر وقت اللي تشكلت حكومة الشاهد، ندخلوا فيها ولا ما ندخلوش؟ احنا ماناش نعارضوا في المطلق الدخول في الحكومات، لكن شنو البرنامج؟ والبرنامج هذا يتماشى مع أرضية الجبهة، يتماشى مع مصالح الشعب التونسي، يتماشى مع مصالح البلاد وإلا لا؟ الخلاف غادي. كيفاش الخلاف تكثف؟ في البداية كان في الأساس خلاف محصور في بعض أشخاص، باش نكون واضح معاك، من حزب الوطن الموحد. من بعد ولا الخلاف من سبتمبر 2018 ولا خلاف مع حزب، ولا خلاف مع الحزب، وهذا قاعد يظهر بشويه بشويه. انت كتتبع الاحداث، خلاف ندخل الحكومه ما ندخلوش، خلاف حول ليكا، خلاف حول السياسه الخارجيه، ما يسمى بالخطاب. الخطاب فيه الشكل وفيه المضمون، الخلاف هو حول مضمون الخطاب نتاع الجبهة الشعبية، على أن الجبهة الشعبية مش تبقى على أرضيتها الثورية الديمقراطية التقدمية، على مشروعها الوطني الديمقراطي الاجتماعي، وإلا الجبهة الشعبية مش تيح في التكتيكات نتاع الدخولية ندخل لها. الجبهة وقت اللي تحسم الخلاف هذايا، بالعكس نقول لك الجبهة اليوم في علاقة بالانتخابات هذه ولات في وضعية أفضل. كيفاش متوحده سياسيه؟ شوف لحظه، باش خاطر مساله الخلاف والانقسامات اللي عرفتها الجبهه ماذا بينا نحكيوا فيها مره واحده ونتجاوزوها لنقاط اخرى عندها اهميه. هنا فيما يتعلق بالخلاف، فما الجانب السياسي اللي انت وصفته في علاقه بالخط الدخولي اللي اتخذه الوطد الموحد، لكن المساله توسعت لاكثر من الوطد الموحد. مسألة شملت أحزاب أخرى، شملت رابط اليسار العمالي، شملت أيضا حزب طليعة، لكن زاد المسألة شملت أشخاص حتى من حزب العمال. فما خلافات وانقسام الكتلة البرلمانية للجبهة الشعبية، كان فيه خلافات مع شخصك أنت. لذا الخلاف كي نشاهدوها احنا بالمسافة اللي عنا على الجبهة وعلى بقية مكونات سياسية، لاحظوا أنه عندها أوجه مختلفة. في طار هذا الكل، تدارك الرصيد هذا كيفاش ينجم يكون؟ شوف خلنا نوضح لك. ربط اليسار خرجوا فيه مناضلين، خرجوا مواقف يقول لك السلوك اللي صار هو سلوك منسق ربط اليسار. وانا شخصيا في كل المقابلات الصحفيه ما تحدثتش على ربط اليسار، قلت منسق ربط اليسار. بالنسبه راهو للطليعه، اخيرا سي محمد بن حامد عضو المجلس المركزي خرج تدوينه وقال راهو خلافنا مع حمل همامي قديم. من وقتاش؟ قال ملي جانا سي مهدي جمعه وقت الحكومه هذيك الواحد، وقال له حمل همامي قال له ما ندخلوش. وقال في الحقيقه
احنا الخلاف ما غادي نرجع ونلقاو الخلاف هو الخلاف السياسي اللي الخلاف مع جماعة حزب العمال قديم مش جديد راه هذا وهو كذلك خلاف سياسي انا الامر هالخلافات السياسيه ما تقلقني تعرفش علاش الخلافات السياسيه تقوي كيفاش ادركنا نحن نقول لك كيفاش ادركتو مثلا المره ديك اللي حضرنا الانتخابات التشريعيه ما نخبيش عليك في 2014 ليله صلى الله والعرق ساير على القائمات تذكروها تذكروا منه كان مفتوح للعموم يعطيك الصحه المره هذه نهار 19 الجمعه 19 معناها نهارين قبل تقديم القائمات عندنا 32 قائمة حاضري القائمة الوحيدة اللي ما كانتش حاضرة هي نتاع الأمريكيتين وبقية العالم النهار 22 عندنا 22 قائمة الصباح كانوا حاضرين اليوم عندنا 19 قائمة 13 قائمة ترتيب نتاعهم واحد وست قائمات ترتيبها بين 2 و8 كنا جاهزين أكثر من ناحية الخطاب السياسي موحدين أكثر الرؤية نتاعنا موحدة أكثر احنا راهو بقينا في الجبهه 6 شهور معطلين نحب نذكرك بحاجه حتى في علاقه بك التحركات اللي صارت في اتحاد الشغل كان ثم خلافات ما بين اغلبيه تحب تساند وتحب تكون مشاركه ومنخرطه وما بين قلت لا رد بالك وراها 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 كامور لا راهي وراها 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 فهمتني يخلنا نكونوا نحن وراها كذا ثم نظريات شعبيه اذا احنا نعتقد وان اليوم بالعكس في وضعيه افضل وتزكيات كذلك ظهرت طاقة كبيرة أنا في الجهاد أو ما خبيش عليك عنا 30 مناضل ومناضلة خدموا 10 أيام في المقر ليلا نهارا ثم شكون بقى 48 ساعة ما رقدش وثم طاقة كبيرة ياسر نحن مش نحاولوا باش نوظفها ونش نعملوا على كذلك على وضوح الرأي نتاعنا الخطر في السياسة أنك تتقدم للناس ما يميزوش بينك وبين غيرك وما يعرفوكش اشترح نحن اليوم عارفين اشترحين حكينا على الجبهة والخلافات اللي في وسطها وطريقة اللي تراوها مقاربتكم لتدارك النقص الحاصل على الأقل عددية في المرحلة هذه باش تمشي الانتخابات الرئاسية في حالة الانتخاب كرئيس أو حتى في حالة عدم انتخابك كرئيس بالمفروض أنه يكون فما هاجس تكوين قوة برلمانية تكوين قوة برلمانية تساند الرئيس عادة ما يكونش ممكن من خلال حزب واحد أو كتلة برلمانية واحدة إمكانيات التقارب أو التحالف اللي مطروحة اليوم في الانتخابات في الدور الثاني من الرئاسيات أو بعد الانتخابات التشريعية شنية القوى السياسية القريبة منكم واللي تراوا اليوم ممكن التحالف معها احنا بالنسبة للرئاسية والتشريعية عنا مشروع واحد في الرئاسية مش نحاولوا نكرسوه من خلال صلاحية الرئيس وفي التشريعية من زاوية دور البرلمان ودور الحكومة غيرها والمشروع هذا احنا مش تكون علاقتنا بمختلف الأطراف الأخرى ما تنجمش من تو مش تعرف المرة هذه بالذات شكون مش يبقى في الدور الثاني صعيب فما بوتنسيال تم انا تم تقريبا فهمت ولكن على خلاف 2014 خدمة الماكينة باش يقولوا راه ثم موقف هكا ولا وتقريبا من الاول معروف التوجهات جالك الاقتراع المفيد يقول لك انا والله راني معاك اما راه مش نعطيك صوت المره هذه لا المره هذه الصوره غامضه نسبيا العائله نتاع النداء ولا قرابة 10 ولا 11 مترشح خزان النهضه يتبارو عليه قرابة 6 ولا 7 ما مش تكون النتائج قريبة لبعضها وبالنسبة لقوى اليسار قوى الديمقراطية والتقدمية أعتقد رأي عندها فرصة المرة هذه زي ما تمل بالحظوظ نتاعها أنت إذا تقول الدورة الثانية الواحد نجي يمشي له مثال بخمسة مثال بصوت معناها الدورة الثانية نجي واحد يمشي له ربع 12-13% مع شكون احنا دائما وبدن كان موقفنا عنا برنامج عنا نقاط أساسية هذيك تحدد في الدورة الثانية أو في المستقبل في التشريعية الموقف نتاعنا النقطة الأولى اللي نحن باش تكون هامة ومحددة وحاسمة في العلاقات نتاعنا هي مشكلة السيادة الوطنية احنا نعتبره من غير السيادة الوطنية تنجح بحد شيء لا تنجم تبني دولة لا تبني اقتصاد لا تبني ثقافة لا تبني مجتمع ما تنجم تعمل حد شيء لذلك فبالنسبة لي النقطة الأولى هي مشكلة الموقف من السيادة الوطنية السيادة الوطنية تعني ثروات الوطنية الفصل 13 بالنسبة للرئيس الدولي يدافع عليه من الفصل 13
والنقطة هذه علاش نعتبرها مسألة الثروات الوطنية حاجة في غاية من الأهمية. كنا نحكي مع مواطن قال لي كلمة، قال لي فلوسنا تحت ساقينا وإحنا نسلفه من برا، فلوسنا تحت ساقينا، الماء تحت ساقينا، والفوسفات تحت ساقينا، والبترول تحت ساقينا، وثروات منجمية تحت ساقينا وإحنا قاعدين لا نتسلفه من برا. مش قلت الثروات الوطنية وإحنا معنا حتى حرج رو نتكلم على التأمين. شو معناها التأمين؟ في الفصل 13 الثروات الوطنية هي ملك للشعبي ويقع التصرف فيها عبر الدولة. التوجه العام اليوم في تونس من خلال اللي كنشوفوا مجمل المرشحين للرئاسية ماشي للخوص، ماشي للخوص، مش يخربوا البلاد أكثر، مش يدمروا البلاد أكثر. هذا هي هذا علاش نحن نعتبر نحن كوم وهم كوم، احنا عندنا توجه وهم عندهم توجه في نفس الوقت رغم الخلافات نتاعهم. والنقطة الثانية سامحني في السيادة الوطنية هي مش قلت الاتفاقات، اتفاقيات غير المتكافئة تاع الشراكة اللي إذا كان اتحاد صناعة والتجارة اليوم يجي يقول لك راهي العراف يقول لك راهي دمرت لنا 10,000 مؤسسة صغرى متوسطة، ويقول لك راهي ضيعت لنا حوالي ما بين 424,000 موطن شغل، ايش تعمل به؟ الانخراط نتاع المنظمة العالمية للتجارة لا ليكا اللي باش تكمل لنا على المرمى نتاعنا مرمى الفلاحة والخدمات، عندك سلامة التراب التونسي، القواعد العسكرية، التسهيلات العسكرية، عندك قضية أخرى كذلك في غاية فهمتي من الأهمية اللي هي البعض خبراء يسموها السيادة الهوائية، الذبذبات احنا رانا نشتريو فيها ونكريو فيها، غدو الحي دولة أجنبية تقص عليك ما عادش تنجم تتصل، عندك السيادة الرقمية، أسرارنا أسرارنا أطراف أجنبية قادرة باش فهمتي تدخلها. إذا السيادة المالية المديونية، الاستعمار كيف جاء في تونس، كيف جاء في مصر، كيف جاء في الجزائر، إذن رئيس الدولة مثلا في الزاوية هذية قادر نجم يعمل حملة من أجل إلغاء الديون الكريهة. هذا بالنسبة لنا على الأقل النقاط هذا ما نحن نعتبرهم بالنسبة للسيادة نتاع التوانسة الكرامة التوانسة حاجة أساسية. شوف المسألة السيادية اللي حكيت عليها من بكري وعدتها في نقاط مختلفة معقول جدا أنا أن المسألة السيادية تطرح من خلال رئيس الجمهورية معناها ولا المتقلد للمهام هذه. في نفس الوقت مواجهة لليكا ثروات طبيعية من البترول للمال للذبذبات اللي حكيت عليها وغير هذا الكل، احنا اليوم في سياق عالمي ليبرالي، الشركاء الاقتصاديين متاع تونس نعرفوا خد اللي هم مؤخرتين تماما في الخط السياسي هذا، القوى السياسية في تونس المهيمنة أو اللي حتى التوى وصلت للسلطة من الثورة لليوم ماشية في الخط هذا، كمش تجي ضد التيار هذا الكل بالطبيعة لازم أدوات. شنية الأدوات هذه اللي موجودة عندك اليوم باش تواجه التيار هذا وتربح الرهان؟ عندك أدوات في الداخل. شوف القضية في الأخر بكل تتلخص في سؤال، حاجتك ببلادك مستقلة ولا ما حاجتك شي؟ كان مش يمشي مع التيار هنا قاعدين نشوف فيه ونوصل هنا نشوف بالنتائج، ما مشاو مع التيار ولا بن علي ما مشاو مع التيار، هذا ما زادوا فاتوا بن علي أكثر. إيش عندك اليوم؟ عندك بلاد مدمرة، فلاحتها مدمرة وصناعتها مدمرة وخدماتها مدمرة ومعيشة مواطنيها مدمرة وصحة مدمرة وتعليمها مدمر. خلينا ناخذ الخيار الساعة أنك راهو الخيارات نتاع الاستقلال والخيارات نتاع الحرية ما هي سهلة، راهي راهي متعبة ومرهقة، ولكن النتائج نتاعها من ناحية استراتيجية نتائج راهي في غاية من الأهمية. رجعت للناحية المبدئية، أنا مش يجيك للمباشر خلينا نشوفوا الساعة. لا ملزم تعمل اختيار خاطر تنجم تطيح بسهولة، راكي ما تعملش الاختيار هذا أدوات في الداخل. خلينا نحكيهم عن ناخب مثلا في الوضع الحالي اللي خذا الخيار هذا وإلا يحب ياخذ الخيار يحب هذا. كيفاش مش يعمله؟ ولكن عنده التساؤل حول حمى همامي كيفاش باش يطبق الأفكار هذية ويترجمها لسياسات عملية. نبدأ من الداخل، عمل على الطاقات نتاع شعبك وعلى كفاءتك، هذه الحاجة الأولى. الساعة احنا قاعدين معاملين في تونس على كفاءاتنا، ساعه نبداو حتى من ناحيه القوى اللي قاعده تنتج، معاملين احنا على الفلاح نتاعنا، معاملين احنا على الخدام نتاعنا، معاملين على اصحاب وصاحبات المؤسسات نتاعنا، مش معاملين عليه قاعدين ندمروا فيها مؤسسات الوسطى، ندمروا فيها مؤسسات صغرى، ندمروا فيها حتى مؤسسات كبرى قاعدين ندمروا فيها. نعطيك حاجه بسيطه، عندنا 320,000 صناعه تقليديه
واحد في جربه من جماعه بوغربال قال لي حتى الخمسه من برا ساعه خلينا نتفقوا وقت يتعمل على الطاقات نتاعك لهنا في تونس وعلى الطاقات المنجه نتاع بلادك وتعرف كيفاش تستثمر الفلاحه نتاعك وتشجع الصناعه نتاعك هذا مش يطلب منك اجراءات حمائيه راه حتى بالقانون راه الاتفاقيه نتاع مع تاع الشراكه مع الاتحاد الاوروبي فيها والمنظمه العالميه للتجاره بعض بنود اللي يسمحوا لك راهو باش تدافع على روحك طبق سياسه حمائيه طبق سياسه حمائيه عمل على الطاقات نتاعك هذه الحاجه الاولى اضبط خطه نتاع تنميه في بلادك اللي تعتمد على الطاقات نتاعك وتكون على قد جهدك زاد المهم ان تتطور بيك نحو الاستقلال المشكله المساله الثانيه اللي نحن قاعدين مغيبينها جمله احنا طبع اوروبا علاش ما نعوش العلاقات نتاعنا اليوم الساحه الدوليه راهي تطلب منك تكتيكات مختلفه تخمم في قواك كما شنو حمام نعطيك نحن علاش نبقوا مربوطين باوروبا كما شنو الصين عندها ياسر فلوس روسيا عندها ياسر فلوس عندك الهند عندك حتى في اوروبا عندك ثم قوى اللي اسهل لك من قوى اخرى كيما مثلا البلدان تاع اوروبا الشماليه لان في اوروبا ثم صراعه مرات حتى مثال مع بلدان كيما المانيا لازم تلقى تسهيلات اكثر من المستعمر التقليدي نتاعنا اللي هو فهمت منها فرنسا شنو الفكره انك تتعامل مع فرنسا اليوم كالمستعمر التقليدي لتونس طبيعي طبعا من ناحيه اللي تشوف من ناحيه المديونيه من ناحيه المؤسسات من ناحيه التاثير فهمت في السياسه اللي فهمت منها الداخليه صحيح نحن شوف بتونس عندك فرنسا الى يوم الناس هذا ما زالت تتحدد لها السياسات الصغرى امريكا السياسات الجغرافيه الموقع العام نتاع تونس في 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 المنطقه اذا احنا نلعب على التناقضات انا اعطيك مثال بسيط وطرحته قبل وظهر صحيح الصين كانت ناويه في افريقيا على 10 سنين مش تعطي 200 مليار دولار جاوا التوانسه في 2015 اعطونا اتفاق مبدئي انكم مش تاخذوا 5 مليار دولار اش مش يعملوا بهم هذا احنا مش عندنا مشكله في الفوسفات قال لهم نوسعوا بهم المناجم نعملوا 6000 موطن شغل وان نجيبوا لكم الفقونات بيئيه وخلصونا من الفايض نتاع الفوسفات ما صحوش تعرفش علاش ما صحوش فضيحه خلاف بين وزير الخارجيه ونتاع التعاون الدولي شكون يصح وشكون ما يصحش مثال نحكي لك وبفائده ما عندها حتى معنى. عندهم توا مشروع تونس عندها مشروع كبير باش تنخرط فيه اللي هو تابع السياسه الخارجيه الصينيه اللي هو مشروع طريق الحرير. طريق الحرير. اي هاو السلطه منخرطه في ثنايا جدد مع قواه كيما الصين مثلا. انا مش انا ماهوش خيار، اش نقصد؟ روش مش نقولوا تابعين الصين مثلا نحكي لك. ليه مش تابعين الصين؟ نلعب على التناقضات. نقول لك اللي السلطه اليوم الثنايا هذه الجديده اللي نحكيوا عليها كيما الصين. خرطت فيها هو مش... فما مشروع كبير برشا اللي هو هذا مشروع لابد شوف. الأسواق شوف احنا الساعه نحدد ونحن ايش نحب نعتمد على القوى نتاعنا ونلعب على السياسه الدوليه على مصلحتنا وين حمد أنا كيفاش باش تجمع الناس حول مشروع والادوات اللي نحكيو عليها اليوم لتحقيق المشروع هذاك الضبابيه لكن زاد الرئيس اللي من المفروض انه يكون يلم ويجمع ويلفدر سامحني لكن فشل باش يجمع عائلته السياسيه فشل باش يجمع الائتلاف السياسي اللي هو فيه شوفي لذا الادوات خصوصا الحشد عدديا للقوى السياسيه في تراجع لكن الادوات لتحقيق اهداف كبيره كما هكا ومش تقف ضد التيار تقريبا منعدمه اولا الساعه هذه راهي كلام قاعد يتعاود خلينا من الكلام يتعاود ولا لا 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 خلينا نحكي لا 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 كيفاش سامحني وقت تقول لي فشلت في تجميع العائله اخي تجميعها حول شنو هو حسب رايك انت كان نجمعوا الجبهه باش تولي تاع الباجي باش تولي تاع يوسف الشاهد احنا رانا مازلنا في تونس ما نعطوش اهميه للخلاف السياسي هذا خلاف حول مصير نتاع بلاد اش نبقوا موحدين على شنو هو وجبهه راهي فيها لا لا اذا واضح لكن نحكي على واقع اليوم فكره الخلاف السياسي فهمناها عندنا اذا ماهوش فشل بالعكس نتناقشوا في الموضوع لكن كي نتجاوزوا مساله الخلاف السياسي نحكيوا على واقع اليوم لفت لا شوف شوف الواقع شوف احنا بالعكس في الجبهه نعتبر رواحنا نجحنا ما فشلناش تعرفش فيش نجحنا حافظنا على خط الجبهه لان حافظنا هذا النجاح
هذا النجاح كل نجاح عنده تكلفة. كل نجاح عنده تكلفة دفعت. إذا ما فشلناش لأن لو بقينا كما قبل، نحكي لك لو بقينا كما قبل، هذاك هو الفشل الذريع، أنك الهوية السياسية نتاع الجبهة أنك تضيعها. إذا نحن ما فشلناش. هذا ثانيا تقول لي الأدوات الضبابية، الأدوات الضبابية، هل أن الأدوات اليوم الحكم اللي عندك اليوم اللي قاعد يبيع في البلاد هذايا هذه سياسة باهية؟ هذه سياسة باهية اللي قاعدة صايرة في تونس؟ هنا راهي شوف الواقعية، ما يسمى بالواقعية، العمالة واقعية نقبلوها نحن، أنه يقول لك لا أنا ما عندي حد، وهي الديكتاتور الاستبداد، هذا الاستبداد نتاع النيوليبراليين متوحشة، تعرف شو معناها؟ ما تقولنيش في كلام ما قلتوش حمار. لا خذ على أدوات واقعية نجم تخلطنا للهدف معين. الأدوات هذه اليوم شنية؟ الرهانات اللي طرحها حول الثروات الوطنية، حول المسألة السيادية والمقاربة اللي حكيت عليها في علاقة بالمسألة السيادية، رهان كبير برشا نعرفه حتى في سياقات أخرى بخلاف السياق التونسي. القوى السياسية اللي حاولت تطرح وتفرض الطرح هذايا وصلت النتائج في العادة سلبية، معناها رينا حتى تسيبراس وكل شيء في اليونان، رينا تجارب كما هكا. هذا لا يعني أن التجارب هذه غلطة أو صحيحة، باهية ولا خايبة، وني با دون زماني كيسم نتاع هذا شرير وهذا هذوما جماعة الخير وهذا جماعة الشر. تري كليرمون الرهن هذا كبير، لازمو دولار تيري لورد بالضبط. اليوم عندنا تيربولات مش ارتيري لورد، لا عندنا ارتيري لورد. احكي لي عليها. ارتيري لورد هي الشعب التونسي، هي كفاءاتك اللي قاعد تخرج فيها البرة. الشعب كل ما يعبر على وكل ما يعطي أصوات ويعطيها للقوى اللي ماشية في خط ليبرالي، تراه أنت مثلاً من خلال الطرح اللي قدمته. بطلوا شوف. ما بطلوش. إذا نقول لك شنو ما الأدوات. لا خلنا نحكي لك. خلنا نحكي لك. لأن نحن رانا نلوجوا على كأننا نعتبر مشكلة سهلة هذه. مشكلة أنت تحرر وطنية. نسك السؤال، الاستعمار وقتاش دخل لتونس؟ عمل 881. بل أنا علمك من الأول قبل ما التوانسة يهزوا سلاح في وجه المستعمر. أنا الوالد عاش هالفترة هذيك، كان يقول لي وليدي أك الشيوخة عملوا فينا. يقولوا كيفاش؟ يقولون رأي الاستعمار هذا غمة غمة من عند ربي، تو نهار اللي يهزوا ومتعملوا شيء خلوا هكاك. لكن كيفاش التوانسة قاموا وعملوا الثورة نتاعهم ضد المستعمر؟ حب لها راه وعي وبشوية بشوية، ومرات يقولوا إيه والله خي شكة، ومرات خي شكة، وبعد يتفقوا ويهبوا مع بعضهم باش يحققوا الهدف نتاعها. الجزائر 1830 دولة استعمار، جنوب أفريقيا. إذا بالنسبة لي أنا إيش نمن؟ نمني ثم تراكم، ثم تراكم هذا الطريق، وأنا واعي تمام الوعي. المحيط الإقليمي، المحيط الدولي صعيب برشا، واللي هز راسه يعطوه، لكن معليش انا ما نهزوش روسنا. اذا كان مش نبطق روسنا لوطه ونسلموا في ثرواتنا ونسلموا في مستقبل بلادنا، الوقت هذاك مش ناكلوا ضربه استراتيجيه، ما عندناش باش تقوم القيامه. الوقت تهز راسك حتى تضرب تعاود تهز راسك، نهار من نهارات مش توصل. انا متفق معاك اللي النتائج المباشره في المجال هذا صعيب، ولكن مع ذلك مش مستحيله. لكن حاولوش نحن في دوس. انا اعطيك مثال بسيط، في 2011 وهذا من عند انسان نعرف، جوزيف ستيغليتس تعرف اللي كتب لا غراند ليز، جاء لتونس اقترح على رئيس الحكومه وقتها، قال له شو رايك نجند لك 10 من اللي خذاو جائزه نوبل من اجل وان نلغيو المديونيه الكريهه نتاع تونس. تعرفش كان الجواب؟ ما لا لا كنا احنا مش رجعوا لهم فلوسهم و الى اخره. نحن حتى كي تجي قدامنا فرصة ما نستغلوهاش، ما نجروش على حقنا. أخي الفلوس المنهوبة نتاع تونس البر مش حقك هذاك؟ مع بن علي بركة 33.9 مليار دولار قاعدين نعملوا عليها في حاجة، سامحني الميزان التجاري اللي هو كارثة اليوم، قاعدين نعملوا في مجهود باش نقصوا من العجز التجاري. يا سيدي نعطيك كلام نتاع الحكومة، كاتب دولة اللي عمل العرك على القلوب هذاك من تركيا وكل شيء، خموش قال عندنا 5 مليار دينار نجموا نستغناو عليهم، قاعدين يبذلوا في مجهود من ناحيه الفلاحه نتاعنا. عندنا 5 ملايين و300 الف هكتار، فيهم مليون هكتار بور، عندك شباب ملوح، قاعدين يبذلوا في مجهود. الصناعات نتاعنا قاعدين يبذلوا في مجهود باش نحميوها. سيدي بوزيد قد ايش فاهم محمد ماتو؟
تو سامح نحب نسلك ما عملت معطي نطلب حاجة كبيرة طلب حاجة كبيرة اش فيها سيدي بوزيد اعطيني قديش عندك من مصنع من مصنع غذائي في سيدي بوزيد مناش ما نبذلوش مجهود الحكم ما يبذلش اي مجهود ونهار كله ترغي علاش او نعطيك الرسمي انا يعني ما يمثلوش غالبية الشعب يمثلوا اقلية تاع سماسرة 200-240 عائلة اللي مهيمنة سواء كان راهو من ناحية الاقتصاد المنظم أو غير المنظم يمثلوا المصالح نتاعهم ما يمثلوش المصالح نتاع الشعب وقت اللي تولي عندك سلطة تمثل الشعب وقت ذاك راك تجرأ وما ثماشي في الوضع الدولي هذايا مع قوى استعمالية كبيرة يا مش تهز راسك يا مش تعيش طول حياتك راسك في الرمل ونحن من الناس اللي نحب روسنا تكون مرفوعة البلاد هذه واحنا نعتقد أن البلاد هذه عندها فهمت القدرة وأنا نذكرك وقت بورقيبة أخي الناس ما كانش يتم حتى أنك نجم تعرف بورقيبة وقت بن علي راك عشتها أنت الفترة هذيك يهو الشعب هذا يا وصل كيف ما وصل باش يطيح الدكتاتورية راهو قادر باش يبني المستقبل فهمتي تاعو وعنا باش نبنيو المستقبل نتاعنا كي نحكيو على السيادة الوطنية والثروات الوطنية بالحقيقة فما مواقف مختلفة لكن نجيو القطاع مهم ومواقفك فيه كانت حسب تقديري على الأقل متناقضة مع الخط اللي انت ماشي فيه اللي هو موضوع الإعلام تقليديا الخط اليساري إن كان الخط الاجتماعي الديمقراطي أو الخط اليسار الماركسي كان عنده الإيمان بأنه الذبذبات الإعلام يتم تعديله من طرف الدولة من طرف الدولة اللي تجارب الكل وصلتنا لمفهوم الهيئة المستقلة اللي نلقاها في العديد من الدول اللي معتنقة الخط هذايا في تونس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري كانت عندها صعوبة كبيرة في تركيزها في أحداثها وعندها صعوبة كبيرة في العمل خاصة قدام رؤوس الأموال اللي تواجه فيها في كل مرة من أهم الخلافات هذه الخلافات اللي جمعت الهيئة العليا المتصلة الهيئة العليا المستقلة للإعلام السمعي البصري الهيكا مع قناة نسمة وشخص نبيل القروي كانت نبهت من دخوله العالم السياسة من استغلال الإعلام في السياسة من المسائل هذه الكل لكن في المقابل الحقيقة اللي كان أسي سوربرونون هو أن محمد الهمامي والجبهة الشعبية تصطف تدافع على إنسان عند متعلقة بقضايا فساد تهرب ضريبي حتى عبارة على مؤامرات إجرامية نسمعها من خلال تسريبات خرجت في مواقع التواصل الاجتماعي لاحظوا أنه يتبع صحفيين قضائيا وأنا منهم لاحظوا هذي الكل وفي المقابل حما همامي جبهة الشعبية اللي عادة مصطفين مع حرية التعبير عادة مصطفين ضد هيمنة رؤوس الأموال عادة مصطفين مع مؤسسات الدولة ضد القطاع الخاص المتغول نقاهم هنا في الصف الآخر فرصة خلنا نوضحها هذه اطلاقا عمرها ما كانت الجبهة الشعبية مصطفى وراء هذه المؤسسة أو تلك الخاصة في الإعلام نعطيك النظرة نتاع نحن كما طرحت انت من الاول بالعكس احنا في الخط نتاع الجبهة نحبوا قطاع اعلامي عمومي قوي وحر ومستقل وبالنسبة لنا من المهم جدا انه القطاع نتاع الاعلامي الخاص يكون كذلك منظم ومنظم بالقانون بين قوسين الهيئة المستقلة نتاع السمعي البصري راهي حضراتهم بالتعاون مع ناس من الجبهة المشروع اللي قدمته للبرلمان قاموا باستشارات مختلفة ولكن كان ثم تعاون كبير مع رئيس فهمتي من هالكتلة هذه الحاجة الأولى الحاجة الثانية خلينا نكون زادة نحن صريحين هل الهيئات المستقلة هي مستقلة خلينا نتكلموا بالواقع مو كل واحد شكك في استقلالية الهيكا فعلا هم شو قولك علاش حنا ايش قلنا نحن دفعنا شو انا اخر مره ما سمعتني ولا راهو في نسمه فلهم نبيل القروي ما ثماش فوق راس وريشه هذا واقع لا 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 خلينا كما نقولوا مثلا نسبه الشرس لا خلينا نحكي لك عامل عدي للقضاء امعوا كيفاش مش انت عندك مؤسسات اعلاميه فرض وضعيه خارجه على القانون ولا مش قاعده تدفع في الضرائب نتاعها وتمشي لواحد بركه
الوقت ذاك انا اقول لك هالتوجيه هذايا احنا من المبدا ضده. شو معنى هالتوجيه المبدا ضده؟ تحب تقاوم فساد قاوم فساد بشكل مبدئي مش تصفيه حسابات. كانت الطبقه معناها الخطايا والقرارات وكل تعلقت ايضا الخطايا مثلا تقريبا كل وسائل الاعلاميه اللي موجوده في تونس خذيت خطايا من عند الزيتونه لكن واللي خارجين على القانون كانت سلطت عليهم عقوبات. لكن فما فرق وقت اللي العقوبات هذه نوصل ما يتم تجاهلها المضي قدما تحدي لايكا تحدي مؤسسه الدوله وتوظيف سياسي اختير يتعلق ايضا بالسياده الوطنيه لانه ما نساوش مثلا لقناه نسمة فيها راس مال اجنبي ومعروف بتوظيفه الوسائل الاعلام اللي هي شركه ميديا سيت اللي متاع بيرلوسكوني رئيس الوزراء الايطالي الاسبق. هالقنوات الخاصه كل واحد عنده خيار كل واحد راه ماشي الجهه كل طرف من الاطراف حتى السياسي في تونس قاعد بارك على قناه من القنوات. احنا ايش قلنا وقت اللي صارت الازمه ذيك طبق على الناس كل خنت على الهيكاش قال انت توا تشوف انت على الهيكا في موزايك كلام معقول هذاك اللي قالوا كي قالوا له الزيتونه قال لهم الزيتونه عندها طرف سياسي يحمي فيها. احنا هذا الموقف المبدئي نتاعنا طبق القانون على الكل مش ما تحرك القانون كان كيما وقت بن علي ان حاجتي بسي المكي تلقاني بارك له على دوسي وعندي 15 دوسي نهار الحاشي بسي المكي نحرك له الدوسي هذاك. لكن القراءة هنا تختلف نظرا لأنه نبيل قروي ومجمع قروي وقناة نسمة كانوا صندوق بكل وضوح في انتخابات 2014. لا مش صحيح برا شوف انت على دائرة المحاسبات احنا تعاملنا مش هم يساندوا فيها شبيني ملا تويكا وقت مش يمشي القناة أخرى تسمد ساند فيها رينا في شاجر ما بفلوسهم حمامي رينا في شاجر بان في الشارع مختلف حتى على الكود فيزويل متاع حملتك وعلى الشعار اللي مرفوع في حملتك في لي بانو نتاع قروي انت قروي اوتدور. خلينا نحكي لك عملنا معاه زيد سامحني تقارير الهيكا تقارير الرصد لايكا تعطيك توقيت كلمه وتوقيت بث مرتفع مقارنه بقوى الاخرى على قناه نسمة. عيط السيرياد من فضل كان مدير الحمله تو يحكي لك هذاك بفلوس راه بفلوس الحمله دفعنا لها فلوسها راهي ما عاودش نحكي لك تقول لي انت على كسور وكل شيء ما كانش راهو فقدت كان عندنا مجموعة سيراب بفضل وتحديدا سي أيمن الورغي لعب ودور كبير ياسر في الحملة والشباب اللي منها مدير الحملة نتاعي تو سي أيوب الجوادي حكاية تقول لي الألوان وكل شيء كان ثم خدمة نتاع شباب وشباب كان بينيفول راهم غير المقابل خدموا على كل هذاك في خصوص التعامل مع الشركة هذيك مش أنا بركة تعاملت معها راهو العديد راهم يتعاملوا معاها اما خلينا نكونوا معناها نحن واضحين نكونوا واضحين بالنسبه لي نحن هاو الموقف المبدئي طبق القانون على الكل كيما في الفساد طبقوا على خصمك السياسي والفساد الاخرين واضح تعتبر هذا انتقائية خلينا نكمل وفي تعديل القانون الانتخابي اخي توا تتصور انت الجبهه الشعبيه مع توظيف وسائل الاعلام الجبهه الشعبيه مع توظيف المال الفاسد الجبهه الشعبيه مع توظيف العمل الخيري نحن نجم نكونوا معاه أما علاش قبل باربع شهر قبل باربع شهر وقت اللي بديت تحدد في الخصوم السياسيين نتاعك المنافسين نتاعك هي اضرب هذا اضرب هذا اضرب هذا اضرب هذا وانت الفساد عندك في الحكومه وهذا نعرفوها بالملفات نتاعهم بعباره اخرى الموقف نتاعنا نحن هو انك ما تستعملش كلمه حق في الباطل هذا الموقف نتاع نحن وبالنسبه لنا ما ثم حتى حد فوق القانون هذاك علاش نحن رانا ما جيناش مع نبيل القروي والا مع نسمة لا احنا قلنا طبق القانون على الناس كل على 28 مرشح اليوم للرئاسيه قديش من واحد فيهم عنده علاقه بالفساد او بالمافيا او بالتهريب؟ اي برشا قديش تقريبا؟ تو مش نقول لك تحسب تغلط تحسب لا بالحق راهو اخي انت مش قاعد تشوف ثم نقاش هذا ما يخليكمش نسبيا في عزله؟ شوف احنا ندافع على مشروع اللي المشهد يتحول المشهد أيه. كما اللي وصفته انت نحن ندافع على مشروع مش مرتبط بالانتخابات هذه بركه هندافع على مشروع وبالعكس احنا دورنا في هالانتخابات في هذه ان على الاقل تكون كنقطه الضوء ندافع على حاجه اخرى نرجع شويه التصريح قريناه البارح في الاعلام عبيد بريكي عن حزب تونس الى الامام يقول انا ننسحب من السباق الرئاسي لو كان العائله اليساريه تتوحد نحو مرشح وهنا الكلام واضح يحكي بينك انت ومنجي الرحوي المترشح عن حزب الوطن الموحد
الكلام هذايا بما وذن تسمع. بنا 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 وذن. شوف لا، اولا الساعه ما يسمى بتشتت العائله اليساريه انا اعتبره نسبي برشا كيما كنت بقى. خلينا من الدياغنوستيك باه الدياغنوست الرسمي الاخر كي مش نتوحدوا ونحبوا مرشح واحد لازمنا برنامج واحد خلينا نحكي لك سي عبيد البريكي يتكلم هكا وقال انا مانيش من جماعه 18 اكتوبر يا سي عبيد راك وقت اللي كنت في القياده تاع الاتحاد وقت بن عليش حاج كنت تدافع الفصل 6-4 اللي خلق العمل الهش راك نتاع الاربع كونترات ونتاع الاربع سنين راك انا عملته خي اليسار كلمه هو اليسار اسم تاخذه راك دخلت في حكومه تاع يوسف الشاهد خي اليسار مش اسم راه اليسار مضمون واليسار برنامج وقت نكونوا مختلفين في السياسه تقول لي قدموا مرشح واحد نقول لك مرشح واحد حول انا برنامج توا باش نحكيوا على المسائل الحقوقيه انا معناها كيما الجانب السياسي المجتمعي الاقتصادي عندهم اهميه كبيره وهذوما تطرقنا لهم الكل الجانب الحقوقي فما اربع نقاط نطرحوهم على كل مرشح للرئاسيه نقوموا معاه بحوار اللي هما بالوحده باش نسميهم لكم وقل لي موقفكم منهم بوضوح على خاطر الجبهه مكوناتها برشا المراحل اللي مرت بها مختلفه الناس اللي تاخذ الكلمه حول المواضيع هذه متعده والمواقف ساعات ما بينهاش تطابق تام المساواه في الميراث بدون لبس وبوضوح تام في الجبهه مش كان حمل الهمامي برك مش حزب العمال برك والتيار الشعبي وحركه البعث والحزب الشعبي للحريه والتقدم وحزب الوطن الديمقراطي الاشتراكي والمستقلين اللي معنا نحن مع المساواه في الميراث نقطه ارجع للسطر الاربع مساواه ولا شطر مساواه نقطه المواليه اللي هي مع او ضد الغاء الفصل 230 من المجله الجزائيه اللي متعلق بتجريم المثليه الجنسيه وينص على الفحص الشرعي احنا مع الغائه تعرفش علاش هل نوضح لك شويه لان نحن نعتقد القضايا المجتمعيه عمرها ما تتحل بالقمع تتحل ساعة نفهموها شنو هي وانا في الكتاب نتاع المفرد والجمع في الحريات والمساواة حكيت عليها المسألة دي احنا عندنا جهل تام في المسائل هذية اذا نحن عندنا راهو موقف مبدئي من المسألة هذية واضح مع او ضد عقوبة الاعداء انا تصورني مع عقوبة الاعداء سؤال نطرح فيها ليك تصوراتي ما تهمنيش برشا قدر يتهمنا لا لاني انا من عندي يمكن توا 40 سنه وانا نعيط الغيو عقوبه الاعدام لاني وقت اللي نتذكر السيلونات في حبس تونس اللي المحكومين بالاعدام اللي عشت معاهم في الناظور ولا اللي عشت معاهم في حبس تونس تمرض انا وين نتذكر حطاب ولد الصغير هذا اللي عمره 16 سنه واللي تحكم بالاعدام نمرض عمره 16 سنة خاطر بورقيبة عام 68 يبدل القانون كان 18 سنة سن سامحني ونتذكرون نفهم بورقيبة عام 68 يبدل القانون شاب تونسي قتل سايحة فهمت منها ولا سايح فرنساوي القانون كان 18 سنة قال لهم رجعوا سن تاع الرشد الجزائر رجعوا 16 سنة هكا الكود تيت حطاب يتشد والقانون راه بما انه قتل امه يتحكم عليه بالاعدام راهو الشاب كالعقل اللي فيه وبدل ليله الاعدام نتاعه وانا ساهر معاه انا وصلت من مهني بولينا فهمت الواحد يعيط يقول لي المجتمع قضى عليا وقت يتشدوا ولد فلان وفلان في عام 80 ولد طبيب نتاع بورقيبه ولد واحد غني من تونس ومسؤول في السفاره نتاع الجزائر سي المكي بورقيبه يقول لهم سن من 16 رجعوه 18 باش يمنعوا من الاعدام جماعه قفصه انا حضرت وقت انا في حبس تونس وقت اللي اعدموهم جماعه قفصه فهمتني معناها مزرعه وفي الاعدام نتاع جماعه قفصه بورقيبه كان مش يعدم ثلاثه بركه جاء وقتها عرفات جاء العرفات هنا لتونس
وهذه الطاهر بخوش يحكي فيها في مذكراته. بتشوف كيفاش الاعدام يصير. جاء لهنا فهمت منها لتونس قال له حب يدخل لهم. قال لهم والله الا من عندهم الكل المشنة. شفت كيفاش والله الا من عندهم الكل المشنة. انا حضرت في 74 الربطية الثانية نتاعي عم العربي هذا لا يرحمه. قلت له عم العربي اشتم جديد لهنا. تعرف قال لي عنه واحد محكوم الاعدام تسيب. كيفاش قلت محكوم الاعدام تسيب؟ قال لي مظهر مش هو. سي المكي مازال نهارات ويتعدم. يشدوا حد اخر في الملاسين. قال لهم انا ما قتلتش هذا، انا قتلتك اللي نتاعك العام. اذا وقت نقول انا ضد حكم الاعدام مش معناها راك بتسيب الناس. لا، ثم السجن مدى الحياه. الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه راك تعدم وما تنجمش ترجع له الحياه. تنجمش ترجع وقت تكون انت غلط. سي ريفرسيبل. وحاجه اخرى بالنسبه فهمتي من هالاعدام. الدوله تحافظ على الحياه. ما تقتلش الدوله. الدوله ما لازمش تنرفز سي المكي. انا وياك نجمو نتنرفزوا. في لحظه نتاع غضب نجمو نعملوا حاجه. نرتكبوا جريمه مثلا. الدوله كي تتنرفز تنجم تدمر مجتمع كامل. اذا هالقضايا هذه حبيت نقول لك اللي راهو يلزمها تناقش بدم بارد. نمر النقطة الرابعة والأخيرة في النقاط هذه اللي متعلقة بالحريات وبالسياسة الجزائية. القانون 52 اللي تم تنقيحه مع إعطاء السلطة التقديرية للقاضي. هل ترى أن التنقيح هذا كافي؟ وشنية الرؤية اللي عندك الموضوع هذا خاصة اليوم فما برشا كلام على التقنين الذاتي. شو كيفاش؟ لليجاليزاسيون. شو كيفاش؟ هو خطوة. علاش خطر أكل القانون قضاء على مستقبل ياسر شباب. وانت وقت اللي عندك ظاهرة على الأقل حسب التقديرات تشمل توين في دورة 430 ألف فك ولا 450 ألف 500 ألف يش تحطهم في الحبس وكل هذا. أنا هو كيفاش احنا قدمنا المشروع انت قانون وقتها عن طريق القطب فهمتي في المسألة هذه. وهو اولا السعي يركز على اباطرة المخدرات. ضرب لازم يكون غاديك مش عندك المستهلك فهمتي من هالصغير. الحاجه الثانيه كذا عندك ظاهره مشكله نتاع التقنين هذيا حتى نقيموها نحن في بلدان اخرى. تحب ناخذ رئيس يساري نحن تاع اليوراغواي الشيوبه نتاع اليوم برا. شوف اليوراغواي كيفاش. شوف شبابهم ربح صحته أكل الأباطرة نتاع التهريب لقاو رواحهم في الشايح فهمتي. والدولة ربحت فلوسها وربحت شبابها. هو تقليديا وحتى اليوم التوجه العام أنه اليسار أو بيعبر عليه اليسار الراديكالي معتنق مشروع التقنين بطبيعة الحال. هذا يعني باش لازم نوضحوا للتوانسة الجبهة الشعبية وحما همامي مساندين مشروع تقنين الذات في تونس. لا، الجبهة الشعبية كجبهة ما وصلتش باش نكون واضح معاك ما وصلتش للخطوة هذه. المشروع نتاع القانون تقدم ما وصلش للخطوه هذه. وصل الى معالجه تدريجيه فهمتي للمساله هذه. اخر نقطه في حوارنا حما همامي في حمله 2014 في حمله الرئاسيات 2014 فما شخصيه خذيتها واختزلت فيها جمله من المشاكل الاجتماعيه اللي نعيشوا فيها اللي هي خالتي مبارك اش نحولها عام 2019. زلت حيا ساعة ولا شوف خلي فرصة خلنا نحكي لك عليها. إن في نواة خالتك مباركة شكون هذيا. أنا وأنا صغير عندنا خالتي مباركة جارتنا امرأة كادحة. اسمعني الراجل شد الدار كيما برشا رجال في تونس. وهي تفلح وهي تسرح وهي تهز القلة على كتافها وتجيب الماء وكل شيء وهي القرات الصغار. أنا الشخصية هذيك بقات في ذهني فهمتي. فاليوم في تونس مستوحات من الواقع. لا مستوحات من الواقع. لا مستوحات من الواقع. جارتنا واصلها مجريدية فهمتني. وكنا نحن صغار كانت حتى تلمنا ثم تعطينا حلوة. كانت ثم حلوة صغيرة قبل يسموها بيس القرودة بين قوسين فهمتني. وكانت ياسر مرأة حلوة. الصورة هذيك نتاع المرأة هذيك اليوم برشا منها راه هذيك. اليوم خالتك مباركة ولا ثم مئات الالاف خالتك مباركة في تونس يكدحوا خلي صار
الفلاحات اللي ماتوا، العاملات في الحياة اللي ماتوا، هذه وخالتك مباركة في المعمل وخالتك مباركة في المدرسة. أما ثم نحن لهنا اليوم اللي حمل هم يجب على خالتك مباركة تستعار بها أنت خالتك مباركة، أنا ما استعارش بها، لا نستعار بالطبيب ولا بالمحامي ولا بالفلاح ولا بالبطار، لا مش عليك أنت. على حوالها بين 2014 و 2015 أولا كثروا كثروا برشا برشا، وثاني حاجة حالتهم قاعدة تدهور، حالة إنساء تونس قاعدة تدهور في كافة المستويات. وهذاك علاش بالنسبة للمشروع الرئاسي احنا مع المساواة التامة من ناحية الفنية القانونية، ورئيس الدولة مطالب باش يفعل الفصل 21 والفصل 46 باش يفعل كذلك. تونس يلزمها تواصل تصادق على ما تبقى من اتفاقيات فنية دولية في المجال هذا، والأكثر من هكا والأكثر من هكا أن نسعاو باش ما هو في القانون يولي معناها في الواقع. أنا ما نجمش ما ندافعش بقوة على إنسا تونس في مختلف الشرائح نتاعهم على المساواة التامة. حما همامي مرحبا بك، عايشك عايشك سنوات نكملوا نتابعوا أخبارك وأخبار الجبهة الشعبية في الانتخابات الرئاسية وفي سباق الانتخابات الرئاسية، لكن أيضا في الانتخابات التشريعية. مرحبا بك، شكرا على الحضور. وشكرا لك من توما، وشكرا للمجهود اللي تعملوا فيه، وراني نتبع في برشا حاجات خرجوا فيها مش خاطر اول مره نجيكم لهنا، اللي بصراحه ثم حاجات مرجعيه من ناحيه الموضوعيه ومن ناحيه الامانه اللي فيها. شكرا لكم وشكرا لشباب تونس الكل. ميرسي بوكو.